السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني الأعزاء. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نري طريقة تلبيس كواطات كما ترون. سيدتي سادتي، سوف نقوم الآن بتلبيس الحفاز أو الكواطات. الثوب يكون قد تم تخيطه في الماكينة، والآن نقوم بتقطيع اللواط. بعد أن قمنا بلفه كما كتشوفون، نقوم بتقياس الثوب على اللواط، ثم نقوم بتقطيعه بالمقص كما ترون. عند تقطيعه نقوم بقلب الثوب، أو يمكننا قلبه فوق اللواط. هكذا يمكن لشخص آخر أن يساعدنا. هكذا نقوم بتلبيس الحفاظ. الأمر جد واضح، ونفس العملية نقوم بها في باقي الحفاظ. إذا الأمر جد واضح، نقوم بتكرار العملية. بالنسبة لعملية التلبيس، نقوم بعملية قلب الثوب لنقوم بتلبيسه. لكي يسهل الأمر، لابد من شخص للمساعدة لكي لا يكون هناك عرقلات، مع أنه يمكن أن تقوم بتلبيسها وحدك، لكن الأمر قد يتطلب بعض الوقت وبعض الجهد. لذلك يستحسن أن يكون هناك من يساعدك في تلك العملية.
نستأنف العملية بنفس الطريقة. بالإشارة فبقية الفيديوهات الخاصة بطريقة تخيط أو صنع الحفاظ فسوف تجدونها في القناة تعلم صناعة وخياطة الأفرشة. الأمر كما ترون لا ليس به صعوبة، واجد سهل كما قلت. اللي تشاهد الفيديوهات التي سبقت هذا الفيديو والتي تخص طريقة تخيط أو صنع الحفاظ، فكل ما عليكم هو القيام أولا بالاشتراك في القناة لتكونوا دائما في التوصل بآخر الفيديوهات الخاصة بنا. وإذا أعجبكم الفيديو أيضا لا تبخلوا علينا بلايك ومشاركته مع أصدقائكم، فذلك يشجعنا من أجل إنشاء فيديوهات أخرى. فرجة ممتعة إخواني أخواتي، نتمنى أن تستفيدوا من هذا الفيديو، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.